أنا جيت. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكل متابعين قناة قيصر الصايم. النهاردة إن شاء الله معكم يوسف وسامة، ومصرين يعملوا فيديو للبس العيد بتاعهم والألعاب بتاعتهم، وكل شوية يقولوا لي بابا عايزين نصور فيديو علشان تنزلوا على القناة، وانا مرضيتش اكسفهم وانتم ما تكسفهمش، واعملوا لهم لايكات ومشاهدات للفيديو، وان شاء الله يكون فيديو جميل. ومعكم يوسف الاول، هو اللي هيتكلم وهيوريكم اللبس بتاعه واللعبة بتاعته. يلا يوسف تفضل. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة مصمم اوريكم لبس العيد واللعب بتاعتي. يلا بقى نبدأ. اول حاجة بصوا، ده صندل العيد، هلبسه يوم العيد. ده صندل جديد بتاع يوسف. وده بقى منطلون العيد، يعدله اهو بنطلون العيد. ده بنطلون جينز. وده بقى التيشيرت اللي هلبسه. وده التيشيرت اللي هتلبسه فوق البنطلون. طيب حلو. واخيرا دي بقى لعبة العيد. نجيب لعبتين عشان صعيدي بقى، فجايب لنا بقى بندقية. صعيدي بقى صعيدة طبعا، رأيكو. وتاني لعبة، السلاح لعبتنا. وتاني لعبة هو ده بيعمل كده، مسدس بينور وفي مروحة جوه بتلف سريع وينور احمر وازرق، وفي كوره صغننه بتلف، لما تلف المروحه بتتحرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخت سامة. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون بخير. اعملوا لايك ومشاهدات وحاجات، ويلا ننزل نوريكم الحاجات الالعاب. بابا كسانا وجاب لنا حاجات، كل سنه وانتم طيبين. يلا نبدا. اول حاجه يعني الصندل ده. الله، حلو الصندل يا سما، وريه كده لونه فضي. وريه ليهم يا سما. فضي، لونه فضي، وفي بتوع نازله لتحت زي الوردات كده. ودي الشنطه بتاعت سما، وريها عليهم كده يا سما. عليها قطه. ودي الشنطه بتاعت سما. وده بقى صندل وعد بتاع وعد، لونه ابيض في ورديات هنا كده. طبعا وعد نامت. ودي بقى فلينه ايه، تيشيرت ايه العيد، تيشيرت العيد. ده تيشيرت بتاع بكره بتاع وعد. ده بتاع سما زي ما انتوا شايفين اهو، بتاعي ده. خلصت تمام. حلو يا سلام، ما شاء الله. وده بقى حزام سما، حزام سما اشتريناه ليا. واخيرا بنطلون وعد جميل. البنطلون ده بتاع وعد. حلو. وده بقى بتاعي. وده بقى بتاع مين؟ سما. وده البنطلون بتاعك يا سما. هو ده. حلوين يا حبايبي. واخيرا بس لعبة العيد بتاعت سما. يلا يا سما وريقهم. بصوا زي ما انتوا شايفين، ادي عروسة، ادي عروسة بالحاجات بتاعتها كلها، ودي نظارة، ودي كاميرا اللي هي بتصور كده، ودي بنسة لبس في الشهر، ودي بتاع من اللي بتسقي بيها الزرع كده كده،
ودي بقى ايه؟ شنطة لونها احمر بتتفتح وبتتقفل. بصوا بقى الحاجة دي بقى، بصوا بقى الحاجة دي ابعرف. خدوا عقبيه، ده تاج، ده التاج. ودي هي هوري لكم. بصوا دي مراية، عايز تمسكها، عايز تمسكها في ايدك او بص او تعملها على الارض او تعملها ارضي. ودي بقى بتاع الضوافر، يوم العيد تخلعها لفها وتروح خلعها وتروح لزقها بامير في بالامير في ايدها باللزق. والبطاقة دي مرسوم عليها ايه؟ عروسة ورقم المحل اللي جابت منه، يعني لو عايز تجيبوا دليفري. وايه رأيكم عجبتك؟ مرسوم عليها خط يعني وعروسة كده، في كتوبة اهي ودي الرقم. ودي التاج، ده التاج بتاع العروسة. ودي التاج بقى بيتلبس في الراس، ليه بتاع زي المشط من ورا وتروح معمول كده في الراس. طيب حلو يا حبايبي حلوين، يا رب تعملوا الراي كل سنة وانتم طيبين. دقيقة ورب تكونوا بخير. هوريكم الفوانيس بتاعت العيد. ده انا اولا، ده بقى بتاع مين؟ يوسف. الفوانيس دي بتاع مين؟ اول رمضان يا يوسف. ماشي انت جايبها دلوقتي ليه؟ بصوا بينور، بينور يا وحوي يا وحوي يا وحوي، كلهم زي بعض نفس الصوت. يا رب يا رب يكون عجبكم الفيديو، رمضان كريم عليكم، يا رب يكون احلى عيد ليكم. خلاص يا يوسف تمام، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وان شاء الله سنة سعيدة عليكم وعيد سعيد. وبتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعم يوسف وسما ويحط لهم لايك ومشاهدة للفيديو، قناة كايسر السعيد، وتعليق أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد سعيد عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية في كل مكان. وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.